متابعينا أكيد بصبحنا وصلنا هلأ لفقرتنا الأخيرة، ورح نروح مع التغذية السليمة. قديش هي مهمة وخاصة لمرضى السرطان، فهي قديش بتأثر على الجسم وقديش بتمد الجسم يمكن بخطورة أو بشيء ما بيساعد انتشار السرطان. الحالة النفسية والتغذية هي الأهم. رح نحكي أكثر مع أخصائية التغذية رغد البيتنجاني. أهلا وسهلا فيكي اهلا رغد، فيكم، يا هلا، صباحك. صباحكم، صباح الخير، صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. وقت نقول التغذيه، نحن اليوم عم نحكي عن اساسات ضمن الجسم، ومثل ما قال ضيفنا الاول انه دائما الجسم السليم من منطلق التغذيه، كيف اليوم انت مؤسسه هذا الجسم. ولكن اليوم نحن عم نحكي عن حالات خاصه وتغذيه خاصه بمرضى السرطان. خلينا نحكي عن القواعد الاساسيه المفروض اليوم يمشوا عليها بنظام حياتهم الجديد. يعني تمام. هلا نحن بنعرف مرض السرطان هو خلل بيصيب الخلايا بالجسم، وبيكون هون الجهاز المناعي ما له قادر يسيطر عليها، وبتبلش بقى بتنتشر وبتعمل لي المشاكل، طبعا بتهدد حياة المريض. مريض السرطان الى جانب العلاج الطبي لازم يكون عنده دعم نفسي ودعم غذائي. خليني احكي اول شيء شو دور التغذية بي عند مريض السرطان. التغذية ما لها هي لعلاج المرض بحد ذاته، هي للمساعدة على العلاج ولتقوي الجسم ليقدر بقى يكفي ويتلقى العلاج ويقدر يوصل لمرحلة الاستشفاء. التغذية مثل ما قلنا هي دورها أساسي بمساعدة العلاج، وبدون الجسم ممكن يتدهور أو يتضرر. وكثير في عندي حالات لمرضى سرطان للأسف انتهت حياتهم بالوفاة، مو بسبب مرض سرطان نفسه وإنما بسبب تعب الجسم. فالتغذية هي أساسية بهذا الموضوع. إذا بدي أحكي عن قواعد عامة لتغذية مرضى السرطان، في عندي حالتين. الحالة الأولى هي أنه بيكون لسه المريض بوعيه وقادر على التغذية الفموية. هون بقى لازم أنا يكون عندي نظام غذائي يومي مختلف شوي عن النظام الغذائي الإنسان العادي، لأنه أول شيء مريض السرطان شهيته ما بتكون طبيعية مثل الإنسان الطبيعي. اثنين، احتياجاته للطاقة كتير عالية بسبب هالخلايا العشوائية اللي عم تنمو بتستهلك طاقة كبيرة، فبدي ادخل له وارد طاقة عالي، إضافة لأنه بيحتاج كمية بروتين عالية يومية. ما فيني أنا أعمل له نظام غذائي فيه ثلاث وجبات أساسية بسبب احتياج الطاقة العالي، فهون نحن بنعتمد برنامج السناكات المتكررة، يعني ممكن ياكل من 10 ل 11 مرة بالنهار وجبات صغيرة بتأمن له الطاقة العالية والبروتين العالي. طبعا الدعم النفسي كتير ضروري مع الدعم الغذائي ليقدر الشهية تعلى ويتقبل الأكل وغيره. في شيء كمان ما لازم ننسى، إنه العلاج الكيميائي اللي بيخضع له مريض السرطان بيسبب له نوبات من الغثيان والإقياء مثل ما بنسمع، فهون لازم تكون السناكات مدروسة بطريقة تخفف هذا الشيء. وفي كتير ملاحظة لازم ننتبه لها خلال تغذية المريض وقت شعوره بالغثيان والإقياء، نحن ما نعطيه الطعام المغذي اللي عم بفيده واللي هو متقبله بحالته العادية، لأنه خلال شعوره بالإقياء والغثيان ممكن يكره الطعام ما يعود يأكله، فبهالمرحلة نحن نبعد عنه الأغذية اللي بيحبها ونحط له أغذية حيادية. هذا الموضوع بالنسبة للمريض اللي هو بوعيه وقادر على التغذية الفموية. أحياناً بيكون في سرطان مثلاً بيمس الجهاز الهضمي، في عمليات جراحية معينة، في أورام معينة بالفم، بالبلعوم، بالمري، هون نحن ما فينا نقوم بالتغذية الفموية، فبنلجأ لإجراءات تغذوية تانية ممكن نحكي عنها بعدين. تمام، خلينا نحكي اليوم حتى مع أطفالنا قديش مهم إنه نبعد عنهم السكر، قديش هو السكر عم يناشدوا فيه عالمياً، قديش لازم نحن كلنا نستغني عن هي المادة لحتى لا سمح الله بالأيام إذا صار مع حدا سرطان، يمكن قديش السكر بيغذي خلايا السرطان من نحن وصغار. خلينا هيك كيف فينا نعمل كنترول على أكل السكريات وأي شيء بيساعد على ازدياد من حالات الإصابة بالسرطان؟ هلا خليني اول شيء، في عندنا مثل توصيه عالميه، هي وقت بدنا نحن نرجع لمعلومه طبيه وناخذها كنظام لحياتنا بشكل دائم، دائما نرجع للتصريحات السنويه اللي بتصدرها المنظمات الصحيه العالميه المعتمده. للاسف موضوع السكر وانه الخليه السرطانيه بتتغذى على السكر ما حدا من هالمنظمات المعتمده اقر فيه، هي عباره عن دراسات مختلفه مجهوله المصادر احيانا، نقراها وبنسمعها.
خليني احكي منطلق علمي، معلومة انه السكر السرطان بتغذى على السكر هي معلومة غير منطقية وغير علمية. الخلية سواء كانت سليمة ولا سرطانية غذائها هو الطاقة. والجسم وقت ياكل يعني الانسان ياكل يصير عنده عملية هضم وامتصاص الى اخره، شو ما كان سواء كان عم بيدخل كربوهيدرات سكاكر ولا دهون ولا بروتينات بالنهاية رح ينتج طاقة تتغذى عليها الخلايا، فالخلايا السليمة والسرطانية رح تاخذ الطاقة بشكل اساسي. إذا ما أخذتها من السكر رح تاخذها من الدسم ورح تاخذها بشكل أقل بروتينات، فهي المعلومة مانا صحيحة. مريض السرطان لازم ياكل كل شيء. سكاكر بسيطة لأنه هي بالنهاية مواد غذائية طبيعية. دسم مشبعة، بروتينات، ولكن بتركيز بيحددها الاستشاري بشكل يلائم الصحة وما يضرها. ممنوع يخضع لأي حمية، ممنوع يقطع أي نوع من الأكل. أنا مع إنه يبتعد عن الكحول، عن التدخين، عن المواد الحافظة، عن الشغلات الغير طبيعية. لكن السكر وهالقصص لا، لازم ناكلهم وبتركيز مدروسة. أنت اليوم عم تنفي معلومة جدا شائعة ويعني من حالات موجودة بالواقع، يعني بنسمع منهم إنه نحن ما فينا ناكل حلو، نحن ممنوعين على الحلو، عندنا جرعة باليوم الفلاني. فبمرحلة العلاج اليوم ممنوع الحلو، ولكن اليوم أنت عم بتقولي شيء ثاني يعني، فبنعرف اليوم طبيا كيف حتكون الموازنة بالقصة. طيب كونه ذكرتي اليوم إنه نحن عندنا قصص عادي نحن ناخذها نعطيها لمرضى السرطان، ولكن مثل ما قلتي بكميات جدا محدده، اليوم خلينا نروح للممنوعات. اكيد يعني مثل ما في شيء مسموح في شيء ممنوع. طبعا شو هي اهم شيء المفروض هلا بس في موضوع حبيت شوي نوه عليه، قلتي لي خلال العلاج بيمتنعوا عن السكاكر، هلا لا انا معلش خليني احكي بشيء، نحن المريض السرطان بس طبعا يوقع بهالموضوع بصير عنده رغبه انه يبحث شو الامور ممكن تفيده. فبيتجهوا كثير من المرضى انه يصيروا يجيبوا فيتامينات ومعادن ومستحضرات غذائيه مضادات اكسده، في عندي هلا شيء دارج من الطحالب في ماده سيلينيوم، هي كلها اوكي هي منيحه للوقايه وليست للعلاج، نميز بين هالشغلتين. وقت يوقع المرض هالمواد اذا اتاخذت بشكل كبير وخاصه اوقات العلاج الكيميائي بيكون تاثيرها عكسي، يعني ممكن المريض يروح يخضع لعلاج يتكلف ماديا ويتعب جسديا وتجي هالمواد الفيتامينات مضادات الاكسده على اساس مفيده عم ياخذها تمنع عمل العلاج الكيميائي. فالطبيب خلال العلاج بيمنع المريض عن بعض الاغذيه حسب نوع الماده الكيميائيه اللي عم تستعمل يعني، وبيمنعهم عن المستحضرات اللي هي بتستعمل الوقايه مثل الفيتامينات المعادن مضادات الاكسده، هدول اللي بتداخلوا مع وليس السكر. ما عم بقول لك هو ياكل سكر بكميات مهوله، بس يدخل مثلا اذا بحب يشرب شاي مع سكر ما فيني انا امنعه، يعني الخليه بالنهايه ما لها ناطره بس السكر لتتغذى عليه. صح تمام. فهدول الشغلات الفيتامينات المعادن يفضل يتاخذوا تحت اشراف الطبيب وبتركيز معقوله. طب هل صح انه نحن خلال العلاج الله يبعده عن كل اكيد ان شاء الله لازم يعني نعمل كنترول يعني تحت اشراف اخصائيين تغذيه ولا لا؟ خلص هلا بدي اشوف هلا وقت واحد يصير مصاب بمرض السرطان ممنوع منعا باتا يخضع لحميه تنحيف او اي حميه ثانيه. اكيد الكنترول لا، انا هون بدي دخل طاقه عاليه مثل ما قلنا وكميات بروتينات عاليه، يعني عندي حميه غذائيه لازم اخضع لها فيها كميات جيده من الاكل ونسبه عاليه من الطاقه، ابتعد عن الشيء مثل ما قلنا المصنع وركز على الامور الصحيه، لانه لولا التغذيه السليمه والتدخيل هالكميه العاليه من الطاقه الجسم راح يتدهور وما راح يقدر يواجه المرض. طيب اليوم خلينا نروح للشيء خلال فتره العلاج، يعني اليوم شو اكثر ماده اليوم يعني ممنوع يعني الخليه اليوم ناطرتها لتدخل على الجسم؟ اكثر شيء يعني هي محفزه للخليه. هلا السرطان له عده اسباب. بترأس على القائمة سبب العوامل البيئية المحيطة، يعني المواد الكيميائية اللي بنتعرض لها، التدخين، الأغذية مثلا الملونات الصناعية، هي أكثر شيء ممنوع خاصة للأطفال. ما عاد في ثقة بصراحة للمواد اللي عم تستخدم في التلوين، يعني هي بشوفها أنا كثير سيئة. المواد الحافظة، كل شيء عوامل بيئية محيطة فينا، التلوث الصناعي، تلوث السيارات، هي كلها بتعمل تأثير تراكمي وبتزيد من احتمال إصابة بالسرطان. الإنسان شو لازم يعمل بهالمرحلة؟ لازم يقوي مناعته، لأنه بصراحة جسم الإنسان يومياً تظهر عنده الخلايا والمناعة بتتخلص منها، لكن إذا تزامن ظهور هالخلايا مع مناعة ضعيفة بالتالي بيصير عندي مرض السرطان. فالوقاية أهم شيء والابتعاد قدر الإمكان عن عوامل
كلها اللي ممكن تكون سرطانية، وبيجي بعدين السبب الوراثي هذا بنسبة أقل يعني. تمام رغد، قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي نحن كأشخاص ما منعاني من أي شيء حالياً، لأنه الحمد لله ما حدا بيعرف لبعدين شو الوضع بسبب الحالة النفسية الجيدة. خلينا نحكي نحن كأشخاص ما منعاني من شيء، لايف ستايل كيف لازم يكون من خلال التغذية، شو أبرز الأكلات اللي لازم نركز عليها ضمن المنطق الاقتصادي الصعب اللي نحن عم نعاني منه حالياً ضمن قدراتنا. خلينا نحكي هلأ مع كيف فينا نغذي أولادنا، كيف فينا يعني نبني لهم بنية ولكن بحسب إمكانياتنا. تمام، هلا اول شيء نبدا من الحاله النفسيه، قدر الامكان نقدر نسيطر على الضغوط اليوميه، لانه المناعه بتترجم اي حاله نفسيه لطريق ثاني. يعني حاله نفسيه سليمه المناعه قويه، حاله نفسيه ضعيفه المناعه بتبلش ما بتعود تشتغل صح. نشاط الرياضي كثير اساسي، بيصرف الطاقه، بيصرف يعني الجسم بيتخلص من سموم مواد سيئه. بالنسبه للتغذيه طبعا دائما نتبع الهرم الغذائي شو بيوصي، بنقدر نختار مثلا من الكربوهيدرات مجموعات غذائيه مالها مكلفه، من البروتينات نفس الشيء. يعني اذا ما عندنا قدره انه ناكل لحوم فينا ناكل بيض، منتجات البان، صحيح كل شيء صار غالي بس يعني قدر الامكان حاول. مضادات الاكسده كثير مهمه، ما ضروري نحن نشتريها كمستحضرات دوائيه، موجوده بالفواكه، كل شيء بيعطي الوان اخضر احمر بردقاني مهسمار كلها فيها مضادات اكسده كثير منيحه. التركيز على كل شيء موسمي، كل شيء موسمي، ما في شيء بلاستيكي، ما في شيء. ودائما يعني نبعد اولادنا عن الامور مثل ما قلنا المصنعه، الملونات كثير سيئه، مثلا العصائر اللي موجوده بالطريق ما بنعرف شو مصدر التلوين، السلاش، الامور كلها سيئه. اذا نحن بنشتغل بمناطق فيها مواد كيميائيه بيكون في عندنا مثلا اكل للوقايه مثلا، هي كلها امور تراكميه، لبن وحليب وهيك صح؟ ممكن مثلا، او نحن نبعد يعني هي المواد الكيميائيه شلون مو دغري بتصيب الانسان بالسرطان، هي بتكون تراكم خلال فترات طويله، فنقدر نعمل راحه مثلا التدخين، واحد يقطع فتره عن التدخين يحاول يتخلص منه، يبعد عن كل شيء مصنع ويتجه للامور الطبيعيه. تمام، ان شاء الله هيك الله يبعدنا عن هذا المرض وبالصحه والسلامه لكل الأشخاص اللي عندهم هاي الحالة، ودائما هيك بنقول يا رب هيك يبعث الخير والصحة للجميع وينجبر خاطرهم هيك بعلاجهم وبرحلة علاجهم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي ذكرتيها. شكرا كثير لك، شكرا لكم. أخصائية التغذية رغد بيتنجاني، أهلا وسهلا فيكي.